السلام عليكم ورحمة الله، يعطيكم العافية يا جماعة. معكم أخوكم نواف السويد وأحمد بوركي. أحمد بوركي يعطيكم الصحة والعافية. شوت ثاني مرة عنها مرة هالمرة ما راح يكون في مناظرة مع أنه لابس أندرويد، بس ما يخالف راح أطوف له. هالمرة أنا لبس أندرويد وهون عن الأبل. إيه بس خلاص أنا قاطعت أبل خلاص. توقع سويها صدقون عادي. توقع راح يصدقون. إنزين هالفيديو ان شاء الله احنا تكلمنا من قبل انه كان ودنا نسوي فيديو تقريبا يعني معلومات نتكلم فيه اكثر. ما راح يكون في مناظره ولا شيء، نقاش عادي راح نتكلم، بس انه راح نبين ونعطي بعض المعلومات عن الهاردوير او العتاد الصلب. العتاد الصلب، العتاد الصلب، العتاد الصلب الذي هو مصدر الطاقه في بست واحد. بست واحد. إيه. مثل ما قلنا أنا راح نتكلم عن معلومات عامة، مو هذا أحسن ولا هذا أحسن، نتكلم معلومات عامة يعني عن شنو الهاردويرز، شنو الشغلات اللي ممكن تتميز أجهزة عن بعض، شنو الشغلات اللي ممكن تخليك تأخذ جهاز على جهاز ثاني أو تتغاضى إنك تأخذ جهاز معين. معلومات عامة يعني وايد تشوفون فيديوهات وأنا وياه وايد ننغث لما يطلع واحد يتكلم عن مثلا جهاز أو شيء جديد نازل ويتكلم ان البروسيسر 3.2 جيجا هرتز، الرامات 8 جيجا، شيء وايد زين بالنسبه حق الجرافيك كارد. شنو يعني الجرافيك كارد 4 جيج بالنسبه حق او يدعم دي دي ار 3 ودي دي ار 4؟ هذا بالنسبه حق الكمبيوترات. بالنسبه حق التليفونات يعطيك ان البطاريه 3000 ملي امبير يسمع بالضبط، وثلاث ارباع الناس قاعدين كذي كذي. قاعد تشوفه هي؟ لا تشوفه هي. بالضبط كذي قاعدين انه قاعد تخربط حبيبي. شو اللي قاعد تقوله؟ فبهالفيديو ان شاء الله عشان المرات الجايه لما تشوفون واحد يتكلم شيء تقعدون له شيء عرفنا الحين فهمنا اللي قاعد يقوله. وبعدين نواف راح يتكلم تكنيكال اكثر، انا راح احاول ابسطها قدر المستطاع. اي بالضبط، هو المبسط، احاول ابسطها، وانا راح اصير الجيك اللي راح يتكلم انه بالارقام بالارقام شلون كذي، فحاول ان شاء الله انا ابسط لكم اياها قدر المستطاع ان شاء الله. فراح نتكلم عن البروسيسرز ان شاء الله، المعالجات، المعالجات والرام او الذاكره العشوائيه راندوم اكسس ميموري، والذاكره اللحظيه، الذاكره اللحظيه هذه الروم. روم. وراح نتكلم عن سعه التخزين اللي هي الستورج. روم راندوم اوبريتنج ميموري صح؟ ريد اونلي ميموري. ريد اونلي ميموري سوري، ريد اونلي ميموري. اوكي شفت جيك اليوم. يس رديت حق التخصص مره ثانيه. يس. والبطاريات راح نتكلم عن البطاريه، بس ما راح نتعمق وايد، راح نتكلم بشكل بسيط وسريع. فاول شيء راح اخلي احمد لانه وايد قالوا لي ان انت قرقت وايد الفيديو اللي طاف، فالمره انا راح اقرق وايد. نقرق هالمره. اوكي اقرق اقرق على البروسيسور. اول شيء البروسيسور، شنو المعالج بالضبط، شنو يسوي؟ فكرنا انه يمكن احسن طريقه نبسط لكم اياها ان جسم الانسان او عقل الانسان، خلينا نقول عقل الانسان هو البروسيسور، وفي عنده شغلات يسوي لها اكسس، او انه شنو اكسس بالعربي؟ ولوج. ولوج وشغلات لا يحتاج انه يخليها ما قلنا كاش صح؟ ما يبنى كاش بالميموري هو نفسه بالميموري هو راح بس احنا نتكلم على البروسيسور انه هو هو كان العقل. كان العقل بالضبط، هو اللي يسوي لك الشغلات، هو الفانكشن، اي شيء تبي يسوي بيسوي جسمك تحتاج العقل، بدون العقل ما يشتغل شيء. فانت تحتاج العقل علشان تسوي الدي تو دي تاسكس، او تسوي الشغلات اللي انت تبيها، او ان تطلع من بيتكم تروح تركب سيارتك تروح دوام تسولف مع الناس تسوي فيديو بيوتيوب، تحتاج العقل. فهو هذا البروسيسور. بروسيسور في منه الحين نوعين قاعد نشوفه على اجهزه ذكيه، عندنا 32 بت وعندنا 64 بت، وفي لهم حسبه راح يقول لكم عنها نواف. بس حاليا عامه الاجهزه قاعد تستخدم 32 بت، 64 بت بلش بالاي 7 شيب العام ايفون 5 اس من ابل، وطوروا عليها بالاي 8 شيب ايفون 6 وايفون 6 بلس شفناها السنه، غير الايباد اير وكذي. في شركات ثانيه منها كوالكوم ونفيديا قاعد تسوي الحين 64 بت شيبس. طبعا الهوس بلش لما ابل سوت ترى 64 بت شيب. طبعا انا من الناس اللي كانت بذاك الوقت تقول يوزر اند يمكن ما راح تلاحظ الفرق، اتس نوت ا ديل بريكر تليفون 64. انا هذه راح اوضحها الحين ليش اتس ا ديل بريكر. احنا ايش اسمه اي صح هو معاك، بس انه يعني لا لازم هذه تاخذ لازم اي لازم. فانا بالنسبه لي سنار ديل بريكر يعني كيوزر اند اكسبيرينس، اكون صريح وياكم اعطيك اللي تبي اذا لاحظت الفرق، بالذات اذا انت قاعد تستخدم تليفون بطريقه معينه ما راح تحس بالفرق. حلو ديتيلز انا اقول لك اياها، هو مثل ما قال احمد ان هي تعتبر
او البروسيسر كانه عقل الاجهزه سواء كان كمبيوترات او تليفونات، فهو العقل المدير حق كل العمليات اللي تصير بالتليفون او بالكمبيوترات. فسالفه ال 32 بت او ال 64 بت طبعا بشكل مبسط كبير كل الاجهزه الالكترونيه كمبيوترات او تليفونات او whatever اجهزه بحد ذاتها غبيه صح، لان تفهم شغلتين بس، صفر واحد، صفر واحد اون اوف بس هذا اللي تفهمه. فالصفر والواحد بلغه الكمبيوتر يعتبر بت صح، يا بت تعال يا بت يا بت روح يا بت. فهذين الاثنين البتين هذين الاثنين هما اللي يكونون كل البروسيسرات. فاول ما طلع البروسيسر اللي موجودين الحين كان 32 بت. طبعا بالتسعينات واول ما طلع كان 8 وكان 16 لغايه ما وصلنا مرحله انه صار 32 بت، وكان هذا الطفره والخلاص وكل مشينا عليه تقريبا فوق ال 15 سنه احنا ماشيين على ال 32 بت. بشكل بسيط ان الرقمين هذيل الصفر والواحد اللي هما الاثنين بت هذيل الدوبلهم مرتين تضربهم ببعض فيعطيك الماكسيمم او الحد الاقصى للذاكره اللي ممكن تتخزن واللي يتحملها البروسيسر. طبعا البروسيسر اساسا هو مثل رف في اماكن التخزن اللي ما يسمونهم الادرسز صح. كل ملف او كل صوره او كل معلومه او كل لعبه او كل امر يدش صح. حق المعالج يروح على هيئه ادرس او عنوان ويتخزن، وهو اللي ينظم الاماكن. انت مثلا طبعت حرف على الكيبورد ياخذ امر هذا كانبوت يوديه حق الاوتبوت اللي هو الشاشه فتنعرض على الشاشه. هذا كله يصير جزيئات من الثانية ما تحس فيه نهائيا، ما راح تحس فيه. يعني ما راح تحس ملتي ملي ما ادري ايش كثر سكند يصير. على سبيل المثال عندك مثلا اذا تكلمنا عن سرعات اللي ينقاس فيها البروسيسر اللي هي الجيجا هرتز اللي حاليا موجودين، طبعا في وايد ارقام تسمعونها اللي هو 1 جيجا هرتز 2 3 2.3 2.4. شنو الرقم هذا؟ الارقام هذه اللي هي عدد العمليات اللي يقوم فيها البروسيسر في الثانيه الواحده. الثانيه الواحده ايش كثر عدد العمليات اللي يسويها. فعلى سبيل المثال عندك مثلا بروسيسر خلينا نقول 3.2 جيجا هرتز، اخذت كلام على التليفونات جالكسي نوت 4 مثلا كم 2.7 جيجا هرتز. 2.7 جيجا هرتز فمعناته ان البروسيسر او المعالج حق جهاز شنو جالكسي نوت 4، جالكسي نوت 4 يسوي 2,700,000,000 عمليه في الثانيه الواحده يسوي 2,700,000,000 عمليه. الرقم خرافي خيال بالضبط. تخيل لكم انت وتحسبون الارقام اللي تشوفونها. فمثلا ابل 1.5 فمعناته 1,500,000,000 عمليه حسابيه في الثانيه صح، وتدوبل. هني تي مرحله ال 32 وال 64. شنو ال 32 وشنو ال 64؟ ال 32 بت ان عندك انت 32 خانه للتخزين، او ان تصير بنفس الوقت هذول العمال موجودين يشيلون لك هذول العمليات كلها. حلو العمال يودونها ويجيبونها بنفس الوقت. فعندك 32 عامل يشيل لك هذا يوديه ويرده، تقسيمه بين على حسب لا بنفس الوقت لا تقسيمه بين العمال اي تقسيمه بين العمال كيفهم عاد، بس ان عندك 32 عامل قاعد يشتغلون بنفس الوقت يودون ويردون يحلون لك العمليات هذه. فمثلا انت عندك عمليه تحتاج 32 عامل راح تصير بثانيه لان 32 عامل صح و 32 بت عندك انت فراي الاوبريشن او العمليه اللي راح تصير ثانيه واحده. اذا عندك عمليه تحتاج 40 عامل راح تصير على ثانيتين. ليش؟ لان عندك 32 راح يردون وفي 8 راح يتكدشون يروحون مره ثانيه صح. هذه الطريقه. هني تي سالفه ال 64 بت اللي عندك دبل العمال مرتين بالضبط. فعندك انت بدل لا يكون عندك 32 عامل راح يكون عندك 64 عامل. لو تحتاج 32 عامل حق عمليه واحده اوريدي موجودين، تحتاج 33 40 50 60 عامل اوريدي موجودين، 64 عامل اوريدي موجودين. بعد ال 64 شنو راح يصير معك؟ راح يروح حق الرام ياخذ منه ويرد مره ثانيه وتصير عمليتين. عاد هني الرام هو الراندوم اكسس ميموري او الذاكره العشوائيه اللي نتكلم فيها بالتليفونات، هي اللي راح تخزن لك الشغلات اللي انت ممكن تستهلكها اكثر شيء، عشان كل ما تطلبها ما لازم انك انت تخليها تسوي بوت اب من جديد وتعرض لك اللي انت تحتاجه. بس اسف في شغله واحده للحين بالبروسيسر ايه في رام مو رام اسف في روم في روم صح. الروم هذا اسمه كاش
ذاكرة تخزينية بسيطة صغيرة وايد. في ثلاث أنواع منها حق الكمبيوترات، ممكن أتوقع هم بعد موجودة بالتليفونات. اسمها L1, L2, L3. الألوان تشيل يمكن 8 كيلو بايت، الألتو تشيل تقريبا من 16 لـ 32 كيلو بايت، الألثري تشيل تقريبا لغاية 4 ميجا. فحجمها وايد بسيط وصغير، 4 ميجا بايت ولا شيء، ولكن اللي يتخزن فيها الأشياء الأساسية من أول ما تشغل الجهاز. إن الأوامر اللي تقول حق النظام يلا اشتغل، شغل أول شيء ستارت اب مثلاً علامة أبل الحين، خزن شيل كل الملفات اللي موجودة بالذاكرة، مجلدات ذاكرة التخزين حطها بالرام عشان يشتغل النظام التشغيل. نظام التشغيل فهذا الكاش اللي موجود بالبروسيسر. شغلة ثانية بالبروسيسر الله يلعن بليس كنت بتكلم عنها قبل التخزين إن نسيت، فنتكلم عن التخزين. رام نسيت رام نرجع له عن الرام. انت تو قلت شغله ذكرت ونسيتها، راندوم اكسس ميموري، هي ذاكره عشوائيه مالت الاجهزه، ان هي بالضبط تخزن الشغلات اللي انت ممكن تستهلكها اكثر شيء، تخلي لك اياها بالباك جراوند عشان كل ما تحتاج انك انت تبطلها هي اوريدي موجوده بالذاكره، ما تحتاج ان هي ترد تبطل لك اياها من يد جديد. وهذه لحظيه ترى شلون عشان كذي اسمها الذاكره اللحظيه، ايه؟ ان تكون شغاله بس ما يكون البرنامج شغال. بالضبط، اذا مثلا طفيت البرنامج نهائيا او سكرت التليفون وشغلته تفضى نهائيا، تفضل. ترد صفر. في طبعا برامج تقدر تنزلها على التليفون انك انت تسكر هالامور، لان الناس وايد على بالهم لما يطلع من البرنامج انه خلاص البرنامج تسكر قاعد يتخزن بالرام، فانت كل ما زاد عندك الذاكره العشوائيه كل ما زادت البرامج اللي تقدر تخليها مبطله موجوده بالباك جراوند انت ما تدري عنها. عشان كذي لو تلاحظ ان انت يمكن لما تستخدم تليفونك اول ما تقعد من النوم او الصبح او الضحى العود، يعتمد على مزاجك متى تقعد انت من النوم، التليفون يكون شغال عادي سريع ما عندك مشكله، تلقى على السيارة المغربيه التليفون يصير بطيء شوي يقوم يهنق لان الذاكره العشوائيه ما تكون متروسه. هذا الشغله يعتمد على اكثر من شغله، يعتمد على الاوبريتنج سيستم، بخليه يقول هو الشغلات يعتمد عليه بس كصوره مبسطه. هو هذا هو يعني ان شنو الذاكره العشوائيه المفروض تسوي، فتلقى روحك اذا انت سكرت البرامج هذه تلقى التليفون يريد يشتغل باستمراريه ويصير وايد اسرع. بس الشغلات مثل ما قاعد يقول نواف ان الاوبريتنج سيستم طبعا هو يعطيك شغلات معينه ان شلون انت تقدر تخلي الرام يشتغل بطريقه ما يسوي وايد باور كونسمشن، ما يستعمل وايد من الميموري. هذه شغله حتى شفتها لما اول ما بلشوا ابل ان يسوون المالتي تاسكينج، ان قاعد يقولون ان اتس مالتي تاسكينج بطريقه ان انت ما تستهلك وايد من البطاريه، فخلون الابلكيشن فعليا مو شغال بالباك جراوند بس لما انت تيته بتشغله يشتغل من البوينت اللي انت اخر مره طلعت منه، فما يستهلك وايد من الرام، ما يستهلك وايد من البطاريه، ما يستهلك وايد من البطاريه، بس بالمقابل لما تيته بتشغله مره ثانيه هو يشتغل، ما راح يعطيك الشغلات ان ذا باك جراوند انه يكون شغال وقاعد يسوي هو ابديت بروحه. هذا هم بعد يعتمد كله على نظام التشغيل اللي انت قاعد تستخدمه. اي اول مره انا شفت عن نفسي ترو مولتي تاسكينج بالتليفونات كان نظام سيمبيان الله يرحم، نظام سيمبيان كان فيه ترو مولتي تاسكينج بام نفس طريقه ابل اول ما بلشوا، بس خلى على الباك اس. ويب او اس كان قوي، ويب او اس ويب او اس بس سيمبيان من 2002 قاعد تكلم صح، بس انك مالتي تاسك على النيو على جنريشنز اللي قاعد نشوفها الحين. خوش نقطه كان ويب او اس، شغله ويب او اس وايد شغلات منه قاعد نشوفها الحين تليفونات جديده للاسف. شركه بام اشترتها شركه اتش بي كيلد ويب او اس، ما في ويب او اس الحين، اللي عنده جهاز ويب او اس لا يسوي له ابديت ولا شيء، لا يحط عليه اندرويد. شرته اتش بي بعته اتش بي شروا ال جي بالضبط لينكس بيس، فوايد شغلات حلوه فيه بس ما النظام التشغيلي ماله وايد وايد سو انسبريشن حق نظام التشغيل الموجود الحين، منهم ابل منهم اندرويد منهم بلاك بيري صح، حتى البي بي 10. ف ويب او اس حلو راحت عليه. انزين مثل ما قال احمد بالنسبه حق الرام هي ذاكره تخزينيه لحظيه تشتغل وقت اللي انت تحتاجها فيه. اذا كان الجهاز شغال ماكو شيء راح يمسح منها. على سبيل المثال خلينا نعتبرها هذا الرام، تبي رام؟ عطنا رام، خذ رام. هذا الرام اللي يصير ان انت عندك برامج، شغلت برنامج خذ ملفاته وحطها بالرام، برنامج ثانيه حطها بالرام، شنو هذا؟ اوكي تليفون ثاني هناك، اي مو مشكله. فعندك انت الرام قاعد تشغل برامج، سالفه ان الاجهزه تصير بطيئه. البطء اللي يصير مو لان انت عندك برامج قاعد تشغلها بالباك جراوند،
كثرة البرامج اللي تشغلها واللي تشتغل في الباك جراوند. فعندك البرامج كل ما تشغل راح يحط ملفاته بالرام على اساس تشتغل بسرعة، فراح توصل مرحلة انه راح ينترس. شنو راح يسوي الرام؟ راح يشيل يرد بالهارد ديسك ويفضي حق اماكن جديدة، كما تبطل برامج جديدة فيروح يرد يبطل اماكن جديدة، يمسح يرده بالهارد ديسك او بسعة التخزين ويحط بالاماكن الفاضية اللي فضت عنده، يحط اشياء للبرامج الجديدة. فمرات تحس انه صار وايد بطيء وثقيل الجهاز لانه عندك الرام وايد صار ثقيل. تحس فيها بالايفون؟ لا ليش؟ انا اقول لك ليش. لانه عندك بابل بعد ما ينترس، طبعا ما ينترس اللي يسوي، لانه 64 بت البروسيسر اتكلم عنه بعد شوي، اللي يصير ان الرام قبل لا ينترس او البرامج ما اول ما تطلع من البرنامج تتخزن، ما يتخزن كل الملفات موجودة، لا يتخزن شيء يذكره وين موجود بالهارد ديسك، هذا الشيء وين موجود هني، فيروح يجيب على طول، فياخذ جزء بسيط من الرام، ما ياخذ الرام كامل. عشان كذي تلقى الرامات مثلا بجهزة الايفون 1 جيجا اونلي، لان الضغط كله يصير على البروسيسر مو على الرام. مو على الرام، انا ممكن اخذ كل اللي قاعد يصير واقعد اسويه، ما له داعي ان انا احتاج حق الرام بكثره، لان اوريدي المعالج عندي قاعد يشتغل بسعه اكبر، فالرام يظل نصه فاضي. وفي عنده شيء الحين قاعد يسوونه بانظمتهم سواء كان بالاو اس اكس او بالاي او اس، اوبتمايزيشن حق الرام. فمثلا اذا استخدمت عندك السفاري والاوبريتنج سيستم بالاضافه للبرامج اللي تكون من ابل، يكون فيها اوبتمايز انه لما يطلع من البرنامج ما يشتغل في الخلفيه الا لوقت معين بعدين يوقف. البرامج هذه ما تصير ما تسوي لود اذا بتاخذ حجم اكثر مثلا من 200 ميجا من الرام، لا شيل الملفات الباجيه حطها. فهذا كله يصير احنا ما ندري عنه، يصير كله بالبروسيسر ويصير كله بالرامات بعدين يقولوا لك الجهاز يحتر. الجهاز يحتر على حسب البرامج اللي تستخدمها. مثلا تستخدم شيء يستهلك بروسيسر عالي نفس مثلا التصوير فيديو او تايم لابس او واتيفر، اوريدي عندك الجهاز راح يصير طابي وتقدر تسخن عليه بيض. لكن اذا انت قاعد تستخدم شيء داش على واتساب ولا داش مثلا على هذا ما راح تويتر عادي. ما قاعد ياثر على الوايد لانه اوريدي انت عندك التاسك بسيط جدا انه اعرض لي التكست اللي موجود. بعدين حتى مصنعه الجهاز تساعد، مصنعه الجهاز صعب، تليفون الالمنيوم اكيد بتحس بالرام وايد مفشر وايد رامات، ياخذ رامات ياخذ رامات انزين، فممكن يساعد حتى المصنعين من الناحيه بالضبط. فكروا فيها، اوكي حاول ابسطها مره ثانيه. فكر ان هذه الغرفه الحين هي الذاكره العشوائيه على سبيل المثال، والغرفه اذا كانت متروسه واذا انت عندك شخص واحد يبي يروح يدور لك على كره تنس مثلا بيطول على ما يلقاها، بس اذا عندك انت شخصين ثلاث وهم الغرفه بتتم متروسه بيلقاها اسرع. خلينا نقول الغرفه كانت فاضيه وانت قاعد تدور على شغله، وانت بروحك راح تلقاها بسرعه. فكل ما انت يعني على قولتهم سويت اوبتمايزيشن حق الرام يوزج، كل ما يعطيك الكونتنت وايد وايد اسرع وما يستهلك من البروسيسور مثل ما سياسه ابل تسوي او اللي يسوونه اندرويد، يعتمدون وايد على ان كثافه الرام بالمقابل ما يعتمد على البروسيسور. سياستين مختلفين بس يسوون نفس الشيء بالضبط. شلون ايوه اسرار المهنه ايوه لازم نسوي لهم بايند سين ترى لازم نشوفهم بيهند سين يا اسرار المهنه هذه هاي سر المهنه وما ادراك ما لا تشوفون اللي ورا الكاميرا اللي قاعد يطالعنا اللي قاعد يقولون كات وايد حبيب اللي قاعد ورا. اوكي الحين نرجع على الستورج. ستورج ذاكره او لا ذاكره صح ستورج التخزين تخزين اوكي. طبعا الحين تكلمنا عن الرام، تكلمنا عن البروسيسور، قلنا شنو الفروقات اللي فيهم وكذي، راح نتكلم عن الستورج او سعات التخزين. سعات التخزين، سعه التخزين في عندك ثلاث انواع حاليا، صاروا ثلاثه. عندك تخزين خارجي نفس مثلا الاجهزه اللي يدش فيها الميموري الاكسترنال ميموري مايكرو اس دي، في عندك الذاكره التخزينيه الانترنال او اللي الداخليه اللي موجوده، وفي عندك الكلاود. طبعا اغلب الخدمات اللي موجوده الحين تستخدم ذاكره داخليه وذاكره الكلاود. الكلاود بعض الاجهزه والشركات لا زالت تستخدم ذاكرات الاكسترنال. الاكسترنال شوف قاعد ينقرض الحين، ناس وايد يمكن ما قامت تعتمد عليه. فلاش ميموري هذا يعتبر اكسترنال، الهارد ديسك يعتبر اكسترنال، ناس وايد يمكن الحين ما قامت تعتمد على هالشغلات، قامت تعتمد اكثر على الكلاود. ناس وايد
تعتمد على الكلاود. انا من الناس اللي اعتمد على الكلاود، مو اي كلاود بس اعتمد على الكلاود. هو يعتمد على الكلاود. هاي كلاوات، هاي كلاوات. انا ما اعتمد على الاي كلاود اصلا، ما عندي ولا شيء مخزن بالاي كلاود، معطيني 5 جيجا عليهم بالعافيه، ما بيها. عندي شغلات اخزنها بالكلاود اللي انا استخدمه، كلاود سيرفيسز اللي انا استخدمها. اوكي، بالنسبه حق الستورج، وايد ناس تقول لك انا استانس لما استخدم اكسترنال ستورج. اي اكسترنال ستورج؟ لا غلط، بدليه هذه اكسترنال ستورج، ذاكرة تخزين خارجية، ان احط ميموري واستخدم الجهاز مثل ما ابي واخزن فيه اللي ابي، وما يتخزن بالجهاز، واذا باق واذا صار شيء انا مطمن عندي الميموري. واحدة من الشركات اللي تدعم هالشيء وايد للحين سامسونج، كل تليفوناتها. يا رجل ما يصير كل مرة تيجي تذكرني بهذين، ما ابي خلاص. اي في وايد شركة، لا ال جي بعد. اي قول ال سوني، قول ال جي، قول سوني على راسي، سوني لا قول سفنجة هذه لا تقولها. سامسونج، اوكي، واحد من الشباب سامسونج، تليفوني سامسونج. المهم باروك، تليفوني سامسونج، يقول لي باروك تليفوني سامسونج. المهم باروك، استر علي، اسف، سلم. الاكسترنال ستورج ما يعني ما اقول لكم انه هو شيء زين ولا مو زين، اكيد دام انه جاته فتره واستخدم كان ذاك الوقت شيء زين، لكن من مساوئ انه هو ياخر العمليه مال العمليه اللي تصير. طبعا انتم ما راح تحسون فيها لان هذا يصير اشياء اجزاء من الثانيه، الناس ما تحس، ولكن يصير في تاخير. لو على سبيل المثال عندك انت ملف مخزن بهارد ديسك خارجي، اول شيء الجهاز راح ياخذ وقت عشان يتعرف على الميموري اللي موجوده بالجهاز، صح. ثانيا راح ياخذ من الرام فتره، لان البروسيسر راح يروح للهارد ديسك ياخذ الملف، ما يلقى بالهارد ديسك، يروح حق الهارد ديسك الخارجي ياخذ الملف يرد يحطه بالرام عشان يشتغل. نفس مثلا قبل كان في فتره ان يحطون الالعاب والبرامج على الاكسترنال ميموري، ما يخزنونها على الجهاز نفسه. انجيج، تذكر انجيج؟ اي كنا لين الحين يسوونها بعد على الاندرويد. نوكيا انجيج كان كذي اللعبه، هي ميموري كارد لازم تطلع الميموري كارد تحط لعبه ثانيه، لازم تشيل ميموري كارد كبيره تحط نفس الجيم بوي والجيم جير وهذا كلهم كان الميموري نفسه يركب. الالعاب عامه بالضبط، يعني اللي يكونون كونسول حق العاب اكس بوكس، مايكس بوكس، بلاي ستيشن، كنا انت قاعد تشيل ذاكره هذا. فاللي الكلوري قاعد يسوي شنو الحين؟ هذه الاجهزه قامت تحتاج سرعه اكبر، انه بسرعه انا لما افتح لعبه ابي يشتغل بسرعه، ما بيطول على ما يسوي لود ويسوي تحميل حق الشيء اللي انا ابي. فكثير من الشركات الحين قامت تتحول تروح يا ان تزيد سعه الاستخدام الداخليه، لانه اوريدي حجمها قام يصير وايد اصغر، صح، وايد اسرع لجلب معلومة وايد حلوة، والله ودي صفق حق نفسي. زين لجلب المعلومة أضبطك عربي، أضبطك عربي. زين تدري كم جلب أنا شفت وأنا يعني. والله أنا شفت وايد جلاب، أنا جبت جلاب وايد، بس حتى عندنا جلب هني سمعت أول ما دخلت البيت. زين إيه لا دخلت داخل جلبت له داخل. انزين ففي عند جلب المعلومه والله ما كانت ببالي. انزين عشان تجيب المعلومه من الهارد ديسك او سعه التخزين اللي موجوده بالجهاز اسرع من ان انت تجيبها من ذاكره خارجيه. الذاكره الخارجيه قامت تتاثر اكثر لان صارت سهله ان انت تدخل فيها فيروس او ان تاخذ فيروس بسبب تدخل وتطلع تحطها بمكان ثاني وتحطها بجهاز ثاني، فوايد صارت فيها مشاكل، صح. الستورج نفسه تغير، قبل كان ينحط شيب هارد ديسك، الحين صار فلاش مجرد، صح. كأنه بروسيسر ترانزستورز موجودة هو سعة التخزين، وصار وايد أسرع، بالإضافة إلى استهلاكه حق الطاقة صار أقل. قبل كانوا يستخدمون الميموري لتغليل الطاقة لأنه أوردي هي ميموري ما فيها، لكن الهارد ديسك كان وايد ياخذ، فما كانوا يحطونه وايد، ما يعتمدون عليه وايد. حاليا صار الاعتماد أكثر، لاحظ مثلا عندك الـ HTC نكسس، الايفون، كلهم قاموا يحطون ذاكرات داخليه. و اتش تي سي شركات شويه بس اللي قاموا تحط اتش تي سي اتش تي سي مو مستقر على شيء، ما يطلبه المشاهدون، ما يطلبه المشاهد، كلهم ما يطلبه المشاهد. هو ابل بلشت هالشغله، ابل بلشت شغلتين قمنا نشوفها وايد بالتليفونات الحين، واحده منهم الشغله اللي بنتكلم عنها عقب، البطاريه ما تطلع من الجهاز. الشغله الثانيه هي انه ما تستخدم ميموري كارد، بدون ميموري كارد الذاكره تيك على الجهاز بس انت تحت رحمه الذاكره. طبعا ذاك الوقت كانت شيء وايد سيء، لان اذا انت تحتاج انك انت تزيد الذاكره ما تقدر، بس الحين صار عندك شيء اسمه كلاود، فلو تعطيني تليفون 8 جيجا ما عندي مشكله،
تعطيني تليفون 2 جيجا ما عندي مشكله. راح يجي وقت ما فيها راح يجي اي بالضبط ما راح يكون فيه هارد ديسك بالتليفون. في شغلات وايد الناس اللي يعني تسالني وايد عنها اصلا يقول لي انه يدعم الميموري كارد او يدعم الاكسترنال ميموري نفس ما قال نواف انه هو وايد يعتمد على الاكسترنال ميموري. لو تخترب الميموري كارد حياته توقف لانه مخزن كل شيء بهالميموري كارد. الحين الميموري كارد وصلوا 128 جيجا شيء وايد وايد صغير. 128 جيجا 512 في 512 على تليفونات. في تليفون يشغل 512 ما في ما ال 128 ماكسيمم ساند ديسك تقدر تركبها على وايد تليفونات موجوده حاليا بالسوق من اتش تي سي 1 ام 8 لاخر السنه. كل التليفونات هذه تشغل 128 جيجا ما عندك مشاكل. بس 128 جيجا بشكل وايد صغير صدقوني بتصير فيه مشاكل. وايد مشاكل راح تصير فيه بالذات اذا انت تشيله من تليفون لتليفون تلقى الذاكره اصلا راح تنترس على شغلات انت ما تدري عنها. شغلات اللي هيدن فايلز ايه هيدن فايلز انت ما تدري عنها تزيد من الذاكره مالت الميموري كارد وتبطئ الجهاز وانت اصلا ما تدري ايش السالفه. فيفضل انك تستخدم الذاكره البلتين مالت الجهاز. اعطيكم لايف اكزامبل صراحه انا هم يعني الوالد وايد ارجع له كرفرنس. ابوي الله يذكره بالخير عنده جالكسي نوت 3 لما احط الرنات مالته بالميموري كارد تروح عادي يرن تليفونه رنه سامسونج التعيسه الديفولت ورد يقول لي احمد انا هذا مو رنتي ابوي هاوي سيايير فحط رنه فورمولا 1 صوت ماكينه فقاعد يقول لي رن تليفوني ما ادري ان تليفوني قاعد يرن. ف لما اشيل الرنه احط لها اياها بذاكره الجهاز ما تتغير لان لو طيح منك التليفون لو بيتغير الهوستر مات الميموري كارد نفسها راح تفقد كل معلوماتك لان هي موجوده على هالسن هذا هو اللي يقراها. مثل ما قالك نواف يروح حق الذاكره الاساسيه ما يحصلها بيريد يروح حق مكان ثاني عشان يطلعها. وبعدين كل ميموري كارد لها كواليتي معين انه ايه اصلا تجلب المعلومات او انه ايه تجلب المعلومات بطريقه وايد اسرع حقك انت عشان انت ما تحس بالديلي انك انت تشغل برامج. هذه شغله طبعا لها علاقه بالذات مع التليفونات الاندرويد. تقدر انت تسوي انستول الاي بي كي سايد لود حق البرامج اذا نزلتهم انت على الميموري كارد راح تبطئ عمليه تشغيل مالت البرامج. فوق هذا الكلاس نفسه يعني في اشياء وايد الناس ما تحس فيها ولا تدري عنها ان لكل ميموري في شيء اسمه كلاس او فئه معينه. ففي تلقى مثلا كلاس 1 كلاس 2 كلاس 7 كلاس 10. كل ما زاد الكلاس كل ما زاد سرعة نقل البيانات بالميموري. فمثلا تلقى ميموري مكتوب عليه 95 ميجا بايت بير سكند فسرعة نقل المعلومة 95 ميجا بايت. في ميموري تلقاها 50 في 20 صح. فما تدري انت شنو اللي تاخذه اللي يكون متوافق مع الجهاز اللي عندك. يعني ممكن الجهاز اللي عندك يكون جالكسي نوت 1 الماكسيمم ماله حق نقل البيانات حق الشيب اللي حاطينه حق ذاكره الاكسترنال او الذاكره الخارجيه يكون 20 ميجا او 20 ميجا. الذاكره اللي انت شاريها على ابو الناس راح تكون 100 ميجا ما راح تستفيد منها لانه اوريدي راح ياخذ بس 20 بالضبط. ولكن عندك انت اساسا الشيبسيت اللي هو القطعه او خلينا نعتبرها لانه يسمونها حق شيبسيت الحين حق التليفونات ما يعتبر مذر بورد شيبسيت. الشيبسيت يكون فيه كل الاشياء يكون فيه البروسيسور يكون فيه الرام يكون فيه الجرافيك كارد كل القطع اللي تحتاجها لتركيب الجسم حق التليفون تكون على قطعة واحدة. حاليا كلها صارت الانترنال صارت فلاش فالميموري موجود اوريدي متوافق مع البروسيسور مع الرام مع البطارية عشان كذي وايد اسرع. اول ناس سووها ابل اوكي اللي سووا ان تشيب واحد كل شيء فيه متوافق هذا يمشي مع هذا بالضبط نفس ما قلنا اول شيء كجسم البني ادم جسم بني رب آدم. العالمين خلقنا الجسم العقل يمشي مع القلب مع الشرايين مع المعده مع البنكرياس مع هذا كله يكون جسم بني ادم. اذا عقلك ما يشتغل اطرافك ما راح تمشي لان صح. الامر يجيك من مخ. اذا انت كليت وما في عندك مكان تخزين اللي هو المعده راح يروح على طول كثقب اسود دايركت كذي راح ينزل شيء من هني لتدرون وين عرفت مره واحده يروح على طول كذي مره واحده. اذا ما في عندك بروسيسر او البريفرنس يسمونهم الانبوت والاوتبوت هذيل اللي يشيلون ويدخلون اللي داخل جسمك اللي يودي انت حق العضله هذه انت ود حق اللي تحتها اذا ما عندك هذيل ما راح يدرون وين يتوزعون. البطاريه اللي هو خلاص بس اللي قفلت انت تبي تنام ولا تبي تقوم بطاريتك هذه ايش كثر تتحمل اللي انت قاعد تسويه باليوم صح. فكل هذا يعتبر كجسم البني ادم. اذا ماكو شيء يمشي مع الثاني انت الحين ممكن اذا تركض بريولك وانت بكرامه لبس جوتي اسين بولت راح تركض 100 متر
15 ثانية. طبعا أنا وأحمد ممكن نركب ب 300 دقيقة بس إن 100 متر هذه 10 ثواني خلينا نقول. ممكن إذا ركب حافي ما له شغل المثال أسرع أسرع. كنت بوصل شيء بالمثال بس ما ضاع مني المثال اللي كنت بقوله. فكر بالمثال على ما أقول لهم شغلة. تفضل. الشغلة اللي نواف قالها إن أبل سوتها طبعا هذه سياسة وايد وايد زينة. مثل الفيديو اللي قلت لكم عنه مال نوكيا N1، فكرة إن الشركة هي تسوي لك من طقطق السلام عليكم، تعطيك كل شيء مرة واحدة، الفوكس يصير واحد، التركيز يصير على شغلة واحدة. على قول الله أكبر هذا لا شيء هذا لا شيء على قول الله أكبر. فالشغلة هذه إذا أنت تقدر تسويها من أول ما يجون حق الدروينج بورد أو إنه يسوون برين ستورم، إحنا بنسوي آيفون مثلا أو بنسوي نوكيا 95 أو بنسوي، قاعد أعطيكم أمثلة حق شغلات قديمة لأن حاليا ما حد يسويها غير أبل، ما حد يسويها غير أبل. كوالكوم تسوي شيبسيت حق سامسونج حق ال جي حق سوني حق نيكسس حق موتوريلا، تسوي لهم كلهم. فالشيبسيت هذا المفروض يركب على وايد تليفونات، ما خصصوه حق تليفون معين. ال LCD panels، الجوريلا جلاس panels، كلهم هذي لما يجون يسوونهم مو حاطين في بالهم إن حق جهاز واحد، يبون يحطون بالهم إن هذا حق شريحة عودة من الأجهزة. البواتري، البروسيسرات، كلهم هذي قاعد يسوونها حق شريحة وايد كبيرة من التليفونات، عكس تماما اللي تسوي أبل. أبل تقعد 13 إلى 14 شهر يحطون راسهم تليفون واحد، إحنا بننزله يحطون كل طاقتهم بهالتليفون. شلون بنسوي البروسيسور، شلون بنسوي البطاريه، شلون بنسوي ال سي دي بانل، شلون بنسوي الكاميرا، شلون بنسوي الذاكره العشوائيه. يدرسون الموضوع صح ويطلعوا لك تليفون واحد بالسنه اللي قايش مع ال 230 من تليفون اندرويد ينزلون كل سنه. فعشان كذي هذه سياسه انا وايد وايد اشجعها انها تصير. سامسونج الحين سوري ادري ان سامسونج، بس سامسونج قاعد تحاول تسوي هالشيء. سامسونج قاعد تسوي الحين بروسيسورات هي الاكسينوس، قبل كانت هامينج بيرد، والحين قاعد تحاول ان هي تخلي يكون عليها سبورت اكثر. العام ده ما نزلوا شيبسيت مالت اكسينوس، تخيل سنه 2013 تليفون ما في 4G، ما في 4G، اكسينوس ما كان له دعم 4G، الحين قام يصير فيه له دعم 4G. حتى انا يعني كنت اوضح ان اذا تبي تاخذ سامسونج مثلا، تبي تاخذ اكسينوس ولا تبي تاخذ كوالكوم، كوالكوم عليها دعم اكثر لان مثل ما قلت لكم تنزل على وايد شيبسيت ثانيين. فبالذات ربع العفيه نفسي اللي يحبون يسوون روت وكذي، اخذ كوالكوم وايد احسن. واقص وجهي اذا حسيت بالفرق ان راح تلقى بين الاكسينوس 8 نوا اكتر كور، حتى كمبيوتري مو 8 نوا ولا بالكواد كور. اي اسف اسف قاطعت، تذكرتني كواد كور لا نوا، اي هذا النوا والكواد كور وهذيل هذا بالبروسيسور اللي ما تكلمنا عنهم نرجع انا اسف بس انه يعني حاب ان اتكلم فيها شوي. وايد مهم شنو الفرق؟ وايد ناس يقولون لك، ولا نخليها اخر شيء، خليها اخر شيء، خليها اخر شيء، راح نخليها اكتب كواد الكورز، الكورز بشكل عام. زين راح نتكلم على البطاريات الحين. البطاريه تعتمد خلينا نقول كجسم انسان هي كميه الاكل اللي انت تاكلها عشان تعطيك طاقه انك تمشي فيها طول اليوم. عندك بطاريات 3000 ملي امبير، عندك بطاريات 2000 ملي امبير، عندك بطاريه 1150 ملي امبير ما له شغل. كل هذيل البطاريه هي مثل ما هي، كلهم ايون باتريز، كلهم قبل كانوا ليثيوم، كلهم كانوا ليثيوم، الحين ايون ليثيوم باتريز. الايون ليثيوم باتريز تعتمد على الايونات الموجبه والسالبه ان تكون اذا متروسه تصير كلها فوق وتحت، اذا بتفضل بطاريه ينزلون كلهم يصيرون سالب. فالوضع كله ان نفس البطاريه ولكن احجام مختلفه. يعتمد على الهاردوير. فعلى سبيل المثال اذا واحد يلعب كمال اجسام يحتاج باليوم 4000 كالوري عشان يقدر يلعب رياضة. صح. واحد يبي يضعف يحتاج مثلا باليوم 800 كالوري. ما له داعي انه، لانه ما قاعد يلعب بادي بيلدينج وقاعد يسوي هذا كله. صح. فما يحتاج كمية الاكل اللي ياكلها ب 4000. صح. الا يبي، اذا يبي يصير مثلنا. كرش جميل سعي مشكور مع كنتاكي. ما يخالف ترى للعلم من بلش الفيديو وانا طايح اشرب بيبسي، ترى خلص البيبسي قبل لا نبلش تسويق بالضبط. إيه فتخيل يعني الحين انا وياه عشان نوصل مرحله ان احنا نضعف وانه يصير ان ناكل 1200 كالوري باليوم، نبي بواتري ب 200 ملي امبير. اي بالضبط. لا هي مو كذي، هي الاكل اللي انت تاكله. فعشان كذي تلقى مثلا سامسونج 3000 ملي امبير وناس تقول لك شوف بطاريته، ما في غير هالشركه الحين. منو؟ اتش تي سي. اتش تي سي لا تاخذ الكلام اللي قلته بسرعه. اتش تي سي شنو؟ لا كم من نكسس؟
نكسس بطاريته 3200 ملي. 3200 ملي امبير حق النكسس. شفت احسن من الايفون نكسس 6. الايفون 2900 وكسور 2000 وشيء. والايفون 6 1200 مع 1400 1440 الايفون 6 1800 صح 1800 اي زادوا توقعت اوكي 1800 ملي امبير. ليش وايد ناس تقول لي شفت هذا احسن من هذا، هذا بطاريته اكثر يطول معاك اكثر، ما له شغل. 1800 اوكي 1800 ملي امبير ما له شغل السعه هذه، هذه السعه على البروسيسور والهاردوير اللي موجود عندك بالجهاز. فمثل ما قلنا البادي بيلدر عندك انت نكسس 6 شاشته 6 انش البروسيسور كواد او رباعي النواه كواد HD. الرام اللي عندك كم؟ الرام اللي عندي 3 جيجا 3 جيجا النظام الفاشل اللي عندك نظام لولي بوب الفاشن ولا الفاشل لا الفاشل فاشل باللام نظام الاندرويد واضح 32 بت واضح 32 بت شنو نظام الاندرويد اللي عندك اي 32 بت فكل هذين الاجهزه يحتاجون بطاريه كبيره تتحمل اموليد صح الشاشه اموليد فتحتاج شيء يعطي طاقه انه يقدر يشتغل فيها بكل اريحيه بالمقابل انه يعطيك مثلا ايه 10 ساعات استخدام 10 ساعات انت تكون قاعد مرتاح بالمقابل الايفون عندك البروسيسور 64 بت الرامات 1 جيجا نظام التشغيل 64 بت اديخ نظام تشغيله بالدنيا اوكي مو مشكله المهم تقعد شو بيطفي لازم اوقف الصوت انا ما قاعد اوقف انزين اسلم وين وصلنا عند البطاريه انه تحتاج انت ان الانظمه شنو قلت دايخ دايخ نظام الدايخ نظام دايخ يحتاج والله صار لي يومين قاعد احاول احدث تليفوني حق 8.1.2 سالفه سيرفرات صار لي يومين والله ما ادري انا شوف كل المشاكل اللي تصير لكم عمرها ما صارت لي فما ادري شنو ما ادري شنو صدق انا اسويها بالاندرويد نزل لي 5.0.1 حق النكسس نزل لي ناس وايد قاعد تقول ما صارت لي يعني مشاكل ما تصير لي مشاكل بالايفون ما ادري ليش تصير لكم سبحان الله اي واسطه المهم فبالنسبه حق البطاريات الحجم يعتمد على الهاردوير فلما انت تروح تشتري جهاز لا تنغر ان هذا الجهاز 3000 بطاريته 3000 ميجا هرتز ولا 3000 ملي امبير شوف العتاد الصلب الهاردوير كواد كور شاشته هالكثر اموليد سوبر اموليد وتحط البطاريه 1000 ملي امبير ما راح يقعد بالضبط ما راح يعطيك اكثر من 3 4 ساعات بالضبط بالمقابل لما تطالع ان لا البروسيسر رايح على كيف يشتغل النظام التشغيل على كيف يشتغل ليش احط اوفر كانك قاعد تقول لي واحد بس شغله ثانيه حياته لازم. بالنادي يروح يسوي ستريتش بس صح بس شغله ثانيه لازم تاخذها بعين الاعتبار نواف ايفون 6 لو كان يقدرون يحطون بطاريه اكثر كان حطوا بس حطوا ببالهم يبون يسوون تليفون وايد نحيف فبالمقابل ما له شغل ما تقدر كيف ما له اي علاقه شاش حجم انا اقول لك ليش سماكته 6.9 شوف انا لان ما كنت بدش بسالفه ايفون وهذا فخلنا نتكلم فيه بعدين بس لانه اي كان عندك هذه الكاميرا طلعوها لي برا ما له داعي كان ممكن لو يبون البطاريه فعلا تصير كان يقدرون يسمكون الجهاز تقدر ديزاين ستيتمنت شوف حجم بطاريه الايفون اللي موجوده بايفون 6 شوف حجم بطاريه السامسونج اللي موجوده بالنوت 4 راح تلقى السماكه نفسها مثل ما هي بس هذا 3000 وهذا 1800 او 2000 توزع على الحجم مال الجهاز هو على حسب الحاجه اللي انت تحطها مو على حسب الكميه اللي تحطها الايونات اللي انت تدخلها الكميه هذه 2000 ولا 3000 ولا 4000 بس بالمقابل السبيكس اللي بين ايفون 6 والايفون 5 شنو تغير شاشه اكبر 0.7 بوصه ابل ما تغير من اس ل واحد جديد تغير من اس ل اس فلا ندش فيها خلينا نكمل هذيل يحبهم تحترق ابل ويحترقون كلهم خلينا نخلص من هذيل احبهم والله ما لو اقعد لعق باكر خلينا نخلص المهم خلص ويزي بطاريه عندك شيء بتقوله بعد بطاريه في فيديو انا سويته عن البطاريات على قولتك شو اسمه في مقال انا سويته باقوه كلهم ما ادري منو يعني مليون واحد باقه باقوه اي باقي المقال ما اعطاك كريدت يعني كوبي بيست ونحط لاعب وراح شيء راح عيب. في والله يعني عيب. عن العيبه والكذبه في واحد بس اللي قال لي باخذه منك اللي اذكره
عبد الله السبع هو اللي قال لي باخذه وحطه. الباجي ما ادري عنه والله صراحة. ترى عادي مو عيب انك تبوقها، ما بيك تقول ان انا كاتبها، بس على الاقل على الاقل لا تفلسف. يعني انت بايق وحاط، حط المصادر اللي انا حاطها، بس حط بس الناس اللي هم كاتبين اساسا. انا ما في شيء، انا ما اخذ وسويت المقاله بالضبط. هالمساكين اللي كتبوا يعني ايش ذنبهم؟ صح المهم تكلمت عن البواتري، هم نفس الشيء. مثل ما قال نواف انه وايد شغلات هي تعتمد على استهلاك البطارية، انا تكلمت فيها بطريقة وايد وايد مبسطة بالفيديو، لان كنت قاعد احاول اني اوصل معلومة عن سالفة البورتبل تشارجرز اكثر شيء، انه كم مرة يشحن التليفون والكباسيتي مالتش كثر، وشنو الكباسيتي، شنو المصدر تقدر انت على قولتهم تقيس اذا البطارية زينة ولا لا. بس بالنهاية مثل ما قال نواف، اذا انت عندك تليفون كواد كور ما اعرف ايش تحط البطارية، او اوكتا كور، خلينا نتكلم عن جالكسي الفا، ارد واروح ارد على جالكسي الفا، اوكتا كور اوبا اوكتا كور وبطاريته 1800 ملي امبير. يلا قول يا كم 1800 ملي امبير. والله شحنه مرتين باليوم، والله شحنته مرتين باليوم فل، اشحنه مرتين باليوم فل ما كفاية. بس الايفون 6 1800 ملي امبير تشحنه مره باليوم. ليش 6 بلس 6 بلس 2900 يقول لك يرحم امك تكفى شحني. كان المفروض يزيدونها ترى اكثر، فل اتش دي، شاشه فل اتش دي على 5.5 بس ستيل ال سي دي، بس للحين ال سي دي بانل باور كونسبشن مالها اقل، معناها مولد ما يصرف بطاريه كثير ال سي دي ترى. بس ما احنا ما قاعد نتكلم عن شاشات، ان شاء الله فيديو ثاني نتكلم عن شاشات. تبون عن الشاشات نتكلم عن نتكلم عن شاشات، فيديو ثاني نتكلم عن شاشات. زين هاي البطاريه هذا خلصنا الحين منهم، نرجع حق الكورز اللي اوكتا وكواد ودول كور وان بروسيسر. البروسيسرات هذه شنو الارقام هذه اللي تشوفونها؟ كان اساسا البروسيسر يشتغل 32 بت على، وكان الاحجام 3.2 لين ما وصل 4. something انه والله شنو 4. something جيجا 4.2 جيجا هرتز يشتغل 4.8 جيجا هرتز. بعدين تحول طلع شيء مالتي كورز، صح، انه يكون بروسيسر واحد بحجم صغير يكون فيه أربع. اكثر من نواه، اكثر من بروسيسر داخل مربع واحد، فعندك دول كور كانوا او معالجين في معالج واحد انه يشتغلون هذا 32 بت وهذا 32 بت. طبعا ما يعطونك اداء بروسيسر كامل 32 بت، لان هذاك راح يكون يعني على سبيل المثال عندك سياره 500 هورس باور 500 حصان، حلو، الدوسه مالتها 500 تعطيك اوكي، وعندك سيارتين يمشون قاعد يدوسون مع ال 500، هذا 160 160 منو اسرع؟ 500 ال 500 ولا سيارتين 160؟ 500 اسرع، صح. فاللي صار شنو؟ انه قالوا الناس لا، ان احنا بدال لا نقط كل فلوس ويكون استهلاكه عالي على سرعه كبيره، نحط بروسيسر يكون فيه بروسيسرين اداء يكون افضل، مو اسرع وايد، الاداء يكون افضل، فصار معالجين بدال معالج واحد. ردوا مره ثانيه صار عدد الارقام اللي تنكتب 1.2 1.3، ولكن اقسمها على اثنين 1.2 1.2 يصير 2.4 كنه تيرو، بس ما يتقارن، ايوه بالضبط، بس ما يتقارن مع ال4، صح، عرفت. فصارت كذي، بعدين قامت تتطور اكثر، ان كل المعالجات الحين قاموا يتكلمون فيها سواء كان بالكمبيوترات او بالتليفونات المالتي كورز، صح، اللي هي تعتمد على شيء اسمه مالتي ثريدد، ان البروسيسر بالكمبيوترات يشتغل كانه بروسيسر ثاني، يعني بروسيسر موجود فعليا وفي معالج ثاني يكون معاه خيالي، صح، فيرتشوال موجود يشتغل بنفس الاداء. فمثلا الاثنين يصيرون أربعة، الأربعة يصيرون ثمانية وكذي، صح. الحين احنا قاعد نشوف هبه لو تلاحظون صار في بوز على البروسيسرز الفتره الاخيره، يمكن اخر ثلاث سنين اللي كان كل سنه قاعد يسوون الفلاجشيب الجديد اللي وراه، بلش سنجل كور صار دول كور صار بعدين كواد كور، والحين وقفنا على الكواد كور، قاموا يركزون على 64 بت بدال 32 بت، قاموا يركزون على الذاكرة العشوائية. عرفت ليش الحين شو الفرق؟ انا اقول لك شو الفرق هني، انت الحين ترجع لها مره ايه حبيبي. ايه حبيبي، لما الكواد كور وصلوا صاروا كواد كور دول كور، كواد كور 32 بت ما قارن مع كل الناس 64 كل الناس طلعوا هي معوض على المعالج مال ابل للحين دول كور. شوف سامسونج كواد واوكتا ثمانية، اوكتا ما يشوف اربع انوية وثمان انوية، اوكتا ما يشوف، وهذا لين الحين دول كور للحين معالجين. افهم حبيبي، اي والله، شنو دول كور اي والله وشنو
كواد كور بعدين تفلسف. هذه لازم اقول لك شيء. هذه انا لا خل اقول لك شيء لازم اقول لك شيء هني. الفرق هني نرجع حق السياره ابو 500 وبو 160. كل هذيل كواد كور مالتي كور وايد هذيل 32 بت صح. 32 بت صح. يعني عندك الحين معالج دول كور 32 32. كم صاروا 32 32؟ 64. بالمقابل عندك دول كور ابل بروسيسر 64 و64. كم صاروا 128 عامل يشتغل في نفس الوقت. اي هو اسرع، ال128 الكواد تدري 128 الدول عشان توصل قوة معالج ابل الدول كور او النواتين كم نواة تحتاج؟ 32 كواد كور. عشان كذي الحين كل الشركات قاعد تسوي كواد كور، تسوي كواد كور فور كورز، اربع انوية يحطونها بمعالج عشان يوصل حق الدول كور مال أبل. نفس معالج ابل اللي انتو تقولون ان هذا 2 دول كور. بالمقابل الفرق. بالمقابل كوالكوم سناب دراجون 810 راح ينزل لك باكر كواد كور 64 بت. شنو بيصير؟ راح ينزل الكواد كور لما تنزله كمعالج وانت اوريدي عندك نظام التشغيل 32. انا قاعد ادور لك على ما راح تستفيد. لازم اقرا ما راح تستفيد نهائيا لان اوريدي النظام مالك يشتغل على 32. صح نفس الويندوز، بس لما النظام مالك الويندوز اندرويد لولي بوب يشتغل على 64 بت. شنو اللي يشتغل عليه؟ النظام 64 ولا يشتغل عليه برامج 64؟ النظام 64 بت بس في باكورد كومباتيبلتي حق 32. لا لا هذا خاصين منه، 64 لازم في باكورد بس ايه؟ 32 اللي ما في انه يشتغل على 64. بس الاندرويد لولي بوب سبورت 64 بت اوبريتنج سيستم. اوكي هو 64 هو 64 بت هو 64 بت بس من هالناحيه لما ينزل هارد ينزل 64 بت راح يصير التليفون. متى راح ينزل؟ 2016. ايه اول تليفونات لانه اوريدي خلاص ان الشركات راح تطلع من الايرا مالت التو كور و3 كور على 32. بس بالمقابل راح تروح على 64 بالضبط. بس بالمقابل تهج 64 بت ايش كثر يطول؟ 32 بت؟ لا 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 ماكو اصلا شيء ثاني. لا انا اقصد انه يصير 128. والله لا مستحيل، لان اوريدي عندك الرام. نرجع حق نقطه ثانيه الناس تكلم عنها انه هذا واحد واقل شيء لازم أربعة عشان يشتغل. اولا لازم نفهم ان الماكسيمم او الحد الاقصى حق الرامات بالنسبه حق 32 بت او معالج 32 بت 4 جيجا، لان مثل ما قلنا في البدايه هما رقمين 0 و1 هذيل 2 بت مضروبين او اس 32 اس 2 ب 4 ب 8 ب 16 ب 32 ب 64 ب 128 تربيع. وانت ماشي لغايه 32 راح يطلع معاك 4 مليون وسمثينج كذي وايد ارقام اللي هما 4 جيجا. هذا حده بالويندوز قبل لما تدش ما يطلع لك 4 جيجا لان هذا الماكسيم يطلع لك 3.96 صح ما يطلع لك 4 صح. بالنسبه حق 64 لا حبيبي حط رامات كثر ما تبي راح يطلع لك رقم الرام اللي انت قاعد تستخدمه، ولكن يعتمد على اشياء ثانيه. المذر بورد ايش كثر يعتمد دي دي ار 1 دي دي ار 2 واتيفر صح. ما راح تدش ديتيلز بهذا، ولكن راح يكون الحد الاقصى حق الرامات بال64 بت هذه النقزه من 32 ل64 ممكن توصل ماكسيمم او العدد او الحد الاقصى للرامات 18 تيرا بايت. مو جيجا بايت، يعني تيرا. يعني يبي على الاقل يعني 18 مليون بايت بالسرعه يعني نمشي فيها الحين تو ذا باور 19 يحط وايد اصفار عشان يطلع لك هذا الحد الاقصى. هذا الحد الاقصى. ليش تحط 1 جيجا 2 جيجا 3 جيجا 4 جيجا واتيفر الرقم اللي تحطه؟ مو مهم، لان اوريدي انت عندك الهارد ديسك فلاش نظام التشغيل 64 بت البروسيسور 64 بت، فانا ماني محتاج الرام وايد. صح سعه التخزين اللحظيه هذه اللي ابيها الحين ما راح احتاجها وايد. اللي بحتاجه ان انا ابي اشتغل وايد فاوريدي 1 2 3 كافي. كل كلمة قالها نتفق معها 100%، وهذا الشيء اللي أنا كنت قاعد أحاول أوضحه. شيء لازم تتفق معها. إيه لا والله قاعد أقول واقع صراحة. هذا الشيء أنا حتى قلته بالفيديو مالي مال المقارنة اللي كنت لا تسوي. الجالكسي نوت 4 مع الآيفون 6 بلس. ما أنا قلت لك. إحنا كنا كده. وبقينا كده. ليه كده؟ جالكسي نوت 4 والله لسه يمكن هالطول. سبيك شيت. الآيفون 6 بلس يمكن نص الشيت.
بس بالنهاية لما تستخدم التليفون أتحداك تلقى فرق. بالنهاية لما اليوزر اند اكسبيرينس أنت كمستخدم الدول كور وال1 جيجا بايت رام اللي تشوفه بالايفون 6 بلس تقايش مع الكواد كور 2.73 جيجا بايت رام بالجالكسي نوت 4 تقايش. فهي مو مسألة أرقام يعني. حتى واحد يا قال لي أنت قاعد تقول لي كامري أحسن من لكسس. إيه كامري أحسن من لكسس بأشياء وايد وايد على حسب وجهة نظرك على حسب استخداماتك على استخدامك على يعني. ناس وايد تقول لي يعني أنت كنا تقول لي لامبورجيني أحسن من كامري يعني لامبورجيني أخذها أروح الجمعية أحط فيها أغراض شنو استخدامك يعتمد. تسابق أخذ لامبورجيني تبي سيارة كدو ما تأخذ كامري. فأنت شنو تحتاج هم نفس الشيء. البروسيسور والأرقام مالوت الآيفون والآيفون 6 والآيفون 6 بلس صدقنا أرقامها أقل من اللي موجودة بالتليفونات الثانية بس مو معناته إن إيها أداءها مو نفس الشيء. إذا ليه حين ما تدرون أنا ما أحب iOS أنا أحب أندرويد بس قاعد أقول واقع يعني ترى مو سالفة انحياز ولا شيء وسالفة واقع. استخدمت الآيفون 6 ترى تليفون جديد تليفون ما تحسه إنه هو قديم لأنه 1 جيجا بايت رام ولأن البروسيسور ماله كم 1.6 1.5 يعني الرقم اللي قاعد نشوفه على ال... يعني انا من الناس اللي حطيت في الانستغرام مالي اصلا يعني ايفون 6 ترى مواصفاتك ويلكم تو 2012 لما قلت نفس مواصفات النكسس. ولكن لما تفهم شنو يعني مواصفات الحين نحتاجها بالضبط راح تعرف انت ب 2012 او 10 واتيفر كان عندك كواد كور ودول كور وهذول كلهم 1.5 وكذي بس مو 64 صح مو ان عندك انت ال 1.5 هذه مدبوله 64 مره أسل مليون أسل مره. أسل طريقه يمكن اوضحها لو تيب مثلا لو تيب بورش شد بلاده 6 سلندر 300 وما اعرف ايش حصان ويب امريكي كمارو نفس الاداء بس هذه 8 سلندر 5000 ما اعرف ايش سي سي وهذه بورش 6 سلندر مو معناته لان 6 سلندر ما تمشي ومو معناته هذا 8 سلندر انه احسن. هذه نفس السياسه بالضبط. ابل قاعد تستخدم سياسه مختلفه عن باقي الشركات بالمقابل الكونسبشن مالها اقل قاعد تعطيك اداء مالهم. فتخيلوا لو ابل تحط كواد كور 64 بت تخيلوا لو ابل تحط 3 جيجا بايت رام ولا 2 جيجا بايت رام. ابل ايباد اير 2 جيجا بايت رام صح بالضبط. نواف استعمله انا للحين ما استعملته نواف استعمله اكيد الاداء وايد 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 احسن. كان زين لو هنشوف يعني لو كنا شايفين هالشغله بالايفون 6 والايفون 6 بلس بس هذه طبعا سياسه التسويق ما نبي ندش فيها يمكن يشوفها بالبلس اس ولا بلس بلس ولا بالضبط راح تطلع سمونة. راح تطلع بالسنين الجايه بس بس اتفق مع كل كلمه قالها صراحه. في الختام ان اللي ابي نوصل له ان المعلومات اللي تسمعونها ان البروسيسر هو العقل ولكن يعتمد البروسيسر اذا كان كواد كور دول كور هل هو 32 بت او 64 بت هذا الشيء اللي انت لازم تشوفه. اذا 32 فانت راح تدري ان اوكي اداء اقل من ال64. الحين احنا راح ندش 2015 و2016 كل الشركات راح تحول الى 64 بت. الباقي راح يظل على المطورين. طبعا ليش ابل انا بالنسبه لي الحين اشوفه احسن من الباقي لانه اوريدي اخذت الخطوه من قبل سنه فاوريدي راح تكون سابقه الشركات الثانيه بسنتين فعلى ما يوصلون لها المطورين والبرامج والأجهزة والهاردوير هي اوريدي طايفتهم سنتين اوريدي طايفتهم على ما يوصلون هي راح تسوي لك شيء جديد راح تحط لك مثلا بدال انا تستخدم كواد كور تحط لك اوكتا كور صح. او بدال لا تغير الاوكتا كور تحط لك شيء ثاني فاوريدي سابقتهم ما ابي اتكلم وايد عن الشركات وهذا سابق منه وهذا سابق منه. الفكره من الفيديو انه يا جماعه معلومات شنو يعني البروسيسر شنو يعني الرام شنو يعني الستورج شلون تستفيد في النهاية اختار اللي انت تبيه ولكن افهم شنو اللي انت تاخذه. مو معنات الارقام الكبيرة معنات ان هذا الاحسن صح. مو معنات ان البروسيسر هذا 3.2 معنات انه هو احسن صح. ممكن يكون احسن في بعض النقاط ولكن نظام التشغيل خايس صح. احط لك نفس مثلا السامسونج اللي نزله نوت نوت 4 3 بوينت ما ادري كم البروسيسور الرام 3 جيجا ما ادري شنو بطاريته هالكثر ما شنو اخر شيء نظام تشغيل كتكات انطر متى ينزلون لك الابديت حق اللوليبوب ففي اشياء ناقصه بكذا مكان فهل انا الحين اذا قطيت فلوس على كل هالمواصفات بالهاردوير راح استفيد منها ولا ما راح استفيد صح. يعني المواصفات هذه لما ينزل لوليبوب اقول لك راح يكون شيء جبار ليش لان اوريدي هذاك فيجوال ويحتاج اكثر
واستهلاكه اقل، ما راح يخلي البطاريه تحتر، ما راح يسوي بالمعالج انه يشتغل وايد، ما راح يخزن وايد بالرام، فراح يرتاح الجهاز. ما راح، وراح تشوفون السنه الجايه راح تلقون مواصفات اول ما يصير اللولي بوب او نظام التشغيل اندرويد اللي دي 64 بت، راح تلقون 3/4 المواصفات راح تقل. وقولوا ما قلت لكم، ما راح تلقى المواصفات نفس ما هي، لانه اوريدي الاستهلاك بدون يمكن مره ثانيه حق دول كور. لا لا، الاستهلاك راح يقل، صحيح. ما راح احتاج انا 4000 ولا 5000، لانه اوريدي البروسيسر المعالج ونظام التشغيل مريحين، اوبتمايزيشن اكثر. دام ان انت مريحني انا ما راح احتاج احط لك ماكينه زياده، صح، ما راح احط لك سعه تخزين زياده، راح اخذ اللي انا محتاجه وبس. يعطيكم العافيه، شاكر لك يا ابو شهاب على تشدي هذه الصحبه الطيبه، جزاك الله خير. بعد بنسوي فيديوهات، بنسوي للعلم انا اللي قاعد اكنسل عليه ترى، حرام الرجال كم مره يضطرني انا تصير ظروف قاعد اكنسل عليه كذا مره. بغيت اسوي الحلقه بدونه بس كسر خاطري، كسر خاطري مع ان اندرويدي بس ماشي. حبيب 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 يا ابو يعطيكم العافيه. لا تنسون تسوون سبسكرايب حق الشانل مالتي، حقتي حقته حقتي، وتسوون سبسكرايب حق الشانل حقته حقته. هذا سهلات لابتوب ماك، هذا لابتوب ماك، اوكي. ايش استخدم ويندوز 10 الحين؟ سبسكرايب هنا على الشانل ماله، وسبسكرايب على الشانل مالي. واللي عنده اي سؤال او استفسار لا تسالونا بتويتر، ولا تسالونا بانستغرام، ولا تسالونا باي مكان، ما يفيدك، ما يفيد راحت. صار لنا فوق الساعه الحين قاعدين. اوكي، سلام فما الله، سلام يعطيكم العافيه.